في الحقيقة في نسبة كبيرة جدا من المواطنين عندهم عادات خاطئة في استخدام الأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية. كتير مننا لما بيتعب بيروح للصيدلية وبيقول للصيدلي أنا عايز دواء للكحة أو للبرد، أو أنا حاسس إن أنا تعبان فعايز شوية فيتامينات، على اعتبار إن الفيتامينز دي مجموعة من العناصر اللي يعني هتفيد الجسم وهتساعده وما فيهاش ضرر. علميا والحقيقة يعني الكلام ده غير صحيح تماما، منفعش ناخد أي دواء أو عقار أيا كانت وظيفته بدون استشارة الطبيب حتى لو كانت فيتامينز، لأن بالتأكيد أي دواء ليه أضرار جانبية، محدش هيقدر يقيم كل هذه الأضرار وحالتك الطبية بكل مشتملاتها وبكل نواحيها غير الدكتور أو الطبيب المعالج. دي حقيقة يا مصطفى، يعني للأسف دي ثقافة موجودة عندنا، يعني إحنا تحس ان احنا لازم نقفز على خطوه الدكتور، يعني احنا عندنا مشكله ان احنا لازم نروح الصيدليه نطلب الدواء او نطلب فيتامينات على اساس انها مكمل غذائي، مش على اساس ان الجسم ده زي ما بنتكلم كده بمنتهى البساطه يا مصطفى بنقول الجسم ليه كيمياء. بالظبط كده. الجسم كل جسم وكل شخص فينا بيبقى عنده نسب الفيتامينات اللي موجوده في جسمه موجوده بنسب معينه، في ناس عندها زياده في فيتامين معين او زياده في ماده معينه وفي ناس عندها نقص في هذا الفيتامين، فبالتالي بنضطر نروح لدكتور عشان يقول لنا احنا عندنا نقص في ايه او جسمنا النسب فيه مظبوطه. عشان كده لازم نتخلص تماما من هذه الثقافه. الفكره ان احنا حتى مش بنروح الصيدليات بس عشان فيتامينات، احنا حتى بنروح للمضادات الحيويه والمسكنات وبناخدها كانها بونبوني مش ادويه ومواد كيميائيه بتدخل جسمنا. على اي حال بما ان احنا بنتكلم تحديدا عن الفيتامينات، كان في دراسه حديثه منشوره امبارح بتتكلم عن مخاطر تناول فيتامين بي 3 او ب 3 دون استشاره الطبيب. الدراسه بتقول ان التناول المفرط لهذه الفيتامينات ممكن تؤدي للاصابه بالنوبات القلبيه والسكتات الدماغيه، ايضا الفشل الكلوي، لان النوع ده من الفيتامينات موجود اللي هو البي 3 او البي 3 موجود بالفعل في اكلات كتير جدا احنا بناكلها كل يوم، فمش محتاجين ان احنا نتناولها عن طريق ادويه لانه ده بيكون زياده وضغط على طاقه الجسم اصلا، وبالتالي ده يعني اللي يحدد انك محتاج فيتامين او لا هو الطبيب. ده حقيقي جدا، وشفنا حالات كتير يمكن حصل لها اضرار من القصه دي، وبنشوف كمان لعيبه كمال اجسام مفروض ان هم على مستوى عالي جدا من اللياقة البدنية ومن الحرق بيتأذوا وبيوصلوا لحالات صعبة جدا، بيخش المستشفيات من كثرة تناول هذه الفيتامينات. طب خلي بالك الموضوع يعني مش بس ليه علاقة بفيتامين ب أو فيتامين بي 3 اللي اتكلمت عنه جمانة. الدكاترة بيقولوا أيضا أن تناول جرعات زائدة من فيتامين سي أو فيتامين جيم أكثر من الاحتياج اليومي بيؤدي إلى تراكم في حصوات الكلى، وأن التناول المفرط لفيتامين ألف أو فيتامين A بيؤدي أيضا إلى ارتفاع في ضغط الدم وهشاشة العظام. بمعنى آخر عندنا كده جملة من الحاجات اللي الجسم ممكن يكون متشبع منها. فيتامين C موجود في حاجات كتيرة جدا من أبرزها البرتقال، يعني اللي ما لا يخلو من مائدة مصرية، فبطبيعة الحال زي ما قلت يا جمانة الجسم هيبقى متشبع بيه، فلما الحد ياخده فيعني صيغه حبايه او حقنه بالتاكيد ده هيبقى ليه ضرر وهيبقى ليه لود او ليه يعني زياده على كميه الجسم بشكل عام. بكل تاكيد يمكن جت فتره كمان كانت الناس تتكلم عن نقص فيتامين د او فيتامين دي بالتحديد عشان الشمس. بالظبط، واتقال انه اي حد حاسس بكسل، اي حد حاسس باكتئاب، اي حد حاسس بان هو مش قادر يتحرك يلا انت عندك نقص فيتامين دي على طول. وفجاه لقينا الناس كلها بتاخد مكمل غذائي فيتامين دي، طبعا بيبقى ليه كمان تركيزات مختلفه. وبالفعل حصل مشاكل لناس كتير جدا لان جسمهم ما كانش اولا لا عنده النقص ده من فيتامين دي، ولو حتى عنده النقص ده ما كانش بالكميه والجرعات الكبيره دي، فبالتالي جسمهم اكيد كان ليه رد فعل وحصل بالفعل مشاكل كتير جدا قرينا عنها، لغايه ما في ناس بقت عرفت انها لازم تروح تعمل هذا التحليل، تحليل الـ 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 الفيتامينات او ايا كان نوع التحليل اللي بيتعمل عشان نقدر نحدد ايه اللي ناقص في جسمنا، وعلى اساسه ان كنا محتاجين مكمل غذائي، وحتى اسمه باين مكمل غذائي، يعني احنا مش بندخل حاجه جديده جسمنا، جسمنا في زي ما قلت لحضراتكم في نسب معينه لازم نكون احنا على وعي كبير بيها عشان نبقى عارفين احنا محتاجين ايه.
عشان كده احنا النهارده هيكون عندنا كلام عن الدراسات الطبيه اللي بتحذر من تناول الفيتامينز بدون استشاره طبيب، خصوصا فيتامين بي 3، وهنتكلم طبعا عن بقيه المكملات الغذائيه او بقيه الفيتامينات. صباح الخير على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.